A spring is stretched to 15 centimeters. إذا لدينا نابض وإذا غيرنا طوله بقيمة 15 سنتيمتر. The spring's force and displacement are plotted as shown in the next graph. إذا displacement للموضوع هنا هو إذا القيمة التي تغير بها طول النابض. إذا مرسومة أفقيا تمام بال x بالسنتيمتر وقيمة القوة هي قوة هوك. بقانون هوك إذا تساوي تتبع هذا البيان تمام شايفين تتزايد مع تزايد إذا القيمة العددية تتزايد بالطبع ولكن هي سالبة لأنه قانون هوك هو F للنابض Fs تساوي ناقص K K هو ثابت النابض ضرب X أو دلتا X المطلوب What is the work done by the spring إذا ما هو العمل المنجز من طرف قوة النابض إذا المطلوب هنا the work done by the spring with the variable force إذا قوة spring قوة متغيرة ما تنساوش قانون هوك تمام Fs إذا بدلالة x إذا القوة هي على المحور y شايفين وبنيوتن تمام وتتغير من صفر إلى ناقص 300 نيوتن التغير هنا إذا رسمته ما بين النقطتين إذا هندسية ما بين النقطة O و A تمام أما أفقيا فيروح إلى النقطة B اللي هي 15 سنتيمتر تمام لدينا عدة أو طريقتين الطريقة الأولى تمام هي باستعمال إذا راجع المحاضرة باستعمال الناتج أنه لقوة متغيرة عمل القوة المتغيرة سوف يكون المساحة تحت البيان لبيانها هذا اللي هو بيان القوة بدلالة الديسبليسمنت تمام إذا the area under the curve هو المثلث OBA كما هو واضح هنا وهو نيجاتيف لماذا؟ لأنه شايفين أن البيان تحت أو موجود في المنطقة نيجاتيف Y تمام؟ راجع إذن الانتجرال في الرياضيات إذا كان البيان إذن في النيجاتيف Y الانتجرال يجب أن تكون سالبة إذن العمل وش هو؟ هو إذن مساحة المثلث هذا مساحة المثلث هي مساحة المستطيل هذا لأنه مثلث قائم وهو نص المستطيل هذا تمام المستطيل هو عبارة عن ضلع OB وضرب الضلع BA اللي هو هذا إذن هو نص وضرب الضلع العمودي إذن هو ناقص 300 نيوتن وضرب الضلع الأفقي اللي هو 15 سنتيمتر ولكن يجب تحويله إلى الوحدة الدولية وشايفين العمل السالب يظهر بهذا العلامة هذه تمام اذا الحساب يعطينا تقريبا سالب 22.5 جول it's a resistive work since it is stretched تمام اذا القوه بالطبع التي تضغط على النابض هي تنجز عمل موجب ولكن النابض يقاوم هذا القوه هذه وبالتالي عمل النابض تمام سوف يكون سالب الطريقه الثانيه هي انه نقوم بحساب الانتجرال تمام الحساب العددي للانتجرال قبل ما نعمل الحساب العددي يجب ان نلقى معادله البيان اللي هو معادله خط مستقيم تمام او قطعه الخط المستقيم تمام وكيف نوضع قطعه الخط المستقيم هي دائما بمعرفه نقطتين يجب ان نعرف دائما نقطتين لو احنا نعرف النقطه او تمام اللي هي 0 والنقطه اي اللي هي اذا 15 سنتيمتر وناقص 300 نيوتن وش نقول ناخذ أي نقطة على المحور هذه طريقة مستلهمة من الرياضيات ناخذ أي نقطة M بأحداثيات XY على الخط ونقول أن OM موازي لOA OM موازي لOA تمام إذن هذا اللي مكتوب هنا Find the function FSX from the graph The graph is the line OA Any point MXY on the line on this line Fn gives OM parallel OA OM parallel OA وش معناه إذا أخذنا فرق الإحداثيات Y لOM تقسيم فرق الإحداثيات X إذا هذا بالنسبة لOM يجب أن يساوي نفس الشيء بالنسبة لOA فرق الإحداثيات Y وتقسيم فرق الإحداثيات X وشان نعمل هنا هي الزاوية تيتا تمام الزاوية تيتا اللي هي ميل الخط هذا هي تان تيتا إذن هو التغير دلتا واي تقسيم التغير دلتا إكس هذا المثلث هذا هو دلتا واي هذا وتقسيم دلتا إكس هذا وفيما يخص الثاني هو هذا تمام وتقسيم هذا إذن الاثنين يعطوني نفس التان تيتا
ويعطوني إذا الأول هذا يعطيني y ناقص صفر تمام لأنه OM من O إلى M، والثاني x عفوا دلتا x يعطيني x ناقص زيرو. أما بالنسبة لي دلتا y OA ودلتا x يعطيني إذا ناقص 300 ناقص صفر و 0.15 ناقص صفر. لهنا دائما الوحدة الدولية هذه النوميريتر بنيوتن والدينوميريتر بالأمتار. وبعد ذلك إذا نعمل هذا نوميريتر هذا ضرب دينوميريتر هذا ونوميريتر هذا ضرب دينوميريتر هذا متساوية تمام. في الرياضيات لدي A على B يساوي C على D، إذا A ضرب D يساوي C ضرب B. أوكي. وبعد ذلك إذا نتحصل على معادلة الخط اللي هي أمامنا y يساوي ناقص 2000 x، x بالأمتار و y اللي هو القوة fs x بنيوتن تمام، x بالأمتار و fs بنيوتن. هذه معادلة إذا البيان اللي كان في الشكل. والآن نعمل انتجرال لهذا البيان من النقطة الأولى اللي هي صفر صفر إلى النقطة الثانية اللي هي إذا 15 سنتيمتر أو 0.15 متر من حيث الإكس. إذا WS هو الانتجرال من الانتجرال بطب سوف تمشي على الإكس، إذا من صفر إلى 0.15 متر للبيان الدالة ودي إكس. الدالة تعنى هي ناقص 2000 إكس دي إكس ناقص 2000 ثابت يخرج من الانتجرال، يبقى لي فقط الانتجرال للدالة X. البريميتيف للدالة X هي X تربيع على 2، إذا هذه يجب أن أخذها أخذ قيمتها في 0.15 إذا هنا وناقص قيمتها في الصفر، إذا سوف تعطيني إذا 0.15 تربيع تقسيم 2. والحساب حتى هذا الكمية هذه يعطينا نفس الكمية اللي لقيناها الفوق اللي هي ناقص 22.5 جول. في هناك طريقة أخيرة وهي تطبيق النتيجة من المحاضرة، يعني نتيجة الانتجرال العامة اللي وضعناها بالنسبة لـ AXI إلى AXF، X initial إلى X final تمام. إذا أخذناها من المحاضرة WS يساوي مهما كان XI و XF موجب موجب سالب سالب موجب سالب سالب موجب إلى آخره تمام. فنطبق المعادلة النتيجة مباشرة هي نص كي إكس أي تربيع ناقص إكس أف تربيع. ولكن هنا المشكل هو أنه ما عندنا قيمة الكي تمام. لو كان عندنا قيمة الكي للنابض هذا كان ممكن نستعمل هذه النتيجة هذه تمام.